الخير جميعا. حياكم الله في اخوانا اعزاء، جيتكم علينا غاليه، وحضوركم في هذا الملتقى يعتبر يعني تشريف لنا، وكذلك رساله واضحه الى مدى اهتمامكم بانكم تودون حمل هذه الرساله وخدمه المرضى. يعني خلونا نطلع من الرسميات، لانكم اعتبر كل واحد امامي هو اخ عزيز غالي. زرتكم في المناطق، تشرفت بالقعده معكم، دخلت بيوتكم، ضحكنا وسولفنا وانبسطنا، وبنفس الوقت كذلك تخانقنا، لكن بالاخير كان كله هو هدفه المصلحه المالية. خلوني اعطيكم مشاعر واحد، يعني انا ان شاء الله بلغت الخمسين ابشركم. فشعور الخمسين شعور من المشاعر اللي يقول لك اصعب مراحل العمر هي مرحله الخمسين. طبعا من الناس اللي كتبوا عن عمره الخمسين هو الله يرحمه غازي القصيب، قال انه يعني لانه هو الشخص اللي كتب في عمر الثلاثين والاربعين والخمسين والستين والسبعين، وبعدين توفي الله يرحمه في عمره 76، وذكر انه من اصعب السنوات سنه الخمسين، لانه هي انت ما تشخص نفسك، هل انت مع الشباب ولا مع الشياب؟ تحس انه معظم الاشياء تحققت، هذه الحياه معظم الناس تجدوا يعني الاشياء الكثيره في حياته حققها، سواء على مستوى الوظيفي، على مستوى الاجتماعي، على مستوى العائلي. فهذه السنه هي سنه مفصليه. تراجع تقول انه يعني وش الشيء انه اللي افتخر فيه؟ اكون واثقكم القول انه في سن الخمسين تتساوى الاشياء بالذات الماديات. ويبقى شيء واحد، الاشياء المعنويه. يعني انا الان لما اراجع ال 25 سنه اللي قضيتها في المستشفى الملك فيصل تخصصي واقول وش المحطات الكبيره؟ في شيء تخانقنا عليه، وفي شيء اعتقدت انه لما احصل عليه سوف اكون سعيد، واصدقكم القول انه الاشياء زي ما العمل في اداره التعاون من الاشياء التي يعني كانت سبب رئيسي في شعوري بالسعاده بشكل عام. المحطات حاولت اكتبها، بكون معكم صريح، قعدت مع نفسي وقلت وش الشيء اللي ابي اقوله لعيالي وبيقصه ان شاء الله اذا الله سبحانه وتعالى لعيال عيالي، وش الاشياء الواحد الانسان يفخر فيها؟ واصدقكم القول ان المشروع اللي سويناه مع بعضنا هي من اكبر المحطات. كنت اعتقد، وانا اكون معكم صريح وانا اقف امامكم يعني، ورجائي خذوني كاخ واقبلوا مشاعري واعذروا واحد يمر بالمشاعر المختلطه، يعني انك تترك مستشفى قضيت فيه، او يعني ربما انك يعني تخفف من ارتباطك في مستشفى قضيت فيه 25 سنه ما هي بسيطه. فحاولت اكتب المحطات الكبيره، وكنت اعتقد انه طبعا انا اشتغلت اول ما رجعت من كندا، اسسنا برنامج اسمه برنامج طب الطوارئ، هو طبعا برنامج اسسناه انا وثلاثه اشخاص، والحمد لله الان طبعا هو من اكبر برامج في المملكه، ويدرب وخرجوا ناس كثيرين. كنت انظر على انه هذه اكبر شجره عندي افتخر فيها واشعر فيها بالسعاده عندما يعني اتذكر الاشياء الواحد انجزها. لكن اصدقكم القول انه ما عملت معكم وما اسستم من المكاتب هو اصدق يعني واكبر انجاز سويته، ودائما عندما يعني اصفق لكم انتم، لانه انتم الناس اللي نجحتوني، وانا مدين لكم بهذه المشاعر العظيمه، لانه دائما يمكن تشتري ثوب، تشتري سياره، اشياء ماديات تلقاك تنساها مع الوقت، لكن لن تنسى ثوب تصدقت فيه، ولن تنسوا مريض ساعدته، ولن تنسوا ناس يعني قدمتوا لهم في اضعف مراحل الانسان. معلوماتكم يا شباب انه ترى الانسان المريض سيكولوجيا هو يمر باضعف مراحل يعني الاشياء المعنويه، وانتم يعني الله سبحانه وتعالى رزقكم بانكم تساعدون هالاشخاص في هذه المرحله. فترى المريض لن ينسى وجوهكم عندما قال والله جينا المكتب الفلاني وهو اخذ الاوراق وقبلت وتعالجت والحمد لله شفيت. يمكن ينسى الممرض، يمكن ينسى الدكتور، لكن دائما ويمكن تذكروها، اول واحد ساعدك في قبولك العلاج لن ينساه الشخص. وهنا ابغاكم تشعرون بالفخر انه كل يوم تقدمونه من عمل هو عمل عظيم. كما ذكرت انه النجاح، قصه النجاح العظيمه هي سبحان الله ناتج من ناس
كرماء أمثالكم يؤمنون برسالة عظيمة، والحمد لله في مناطق أنا دائما أسميها أرض خصبة للنجاحات. نجحنا الحمد لله مع بعض. أنا يمكنني قبل شهر ونص قدمت يعني محاضرة أمام البورد، طبعا البورد يرأس وزير الصحة وأعضاء من الدولة فيما يخص المستشفى الملكي فيصل التخصصي، وقدمت لهم ما يعني عملناه سويا، وكنت أشوف في عيونهم الإعجاب والشعور أنه يعني بإمكانيات بسيطة استطعنا أن ننتشر. دائما أنا عندي يمكن أنا مش وين كنت واقف عند الإشارة حقت المستشفى الملكي فيصل التخصصي، في هناك لوحة تلفزيونية طبعا طلع مثل مواعيد الزيارة في المستشفى التخصصي وش عملنا من تاجيات، وأنا واقف سبحان الله كأنه يعني القدر يعني قاعد يحتفل معنا اليوم، طلع لي صورة أنه التخصص يصل إليك حيث ما كنت، وفي صورة الطيارة والمراكز، وأنا أشوف هالمراكز أقول الشباب الله يعطيهم العافية، في كل مركز هناك أخ، في كل مركز هناك يعني شخص يعني يقوم الصباح وشغل سيارته علشان يخدم المرضى. فالله يجزاكم كل خير على كل ما تقومون فيه، يعني 25 28 ألف خدمة تقدم من خلال مكاتبكم، هذا عدد ما هو بسيط. قبول المرضى الحمد لله اللي كان يعني يروح ويسافر ويتعب، جاية الرياض الآن ليست من الأشياء الممتعة، جاية الرياض يعني فيها من التعب، تعرفون الدولة فقط تصرف قيمة التذكرة، لكنه التاكسي، الأكل، الإقامة ما هي مشمولة، وأنا والله يعلم الله شفت ناس فقراء يعني لدرجة أنه أطفاله كانوا جائعين لأنه ما كان عنده إلا حق البنزين اللي عشان يرجع، واحد من رجالي من حفر الباطن أذكر. فأقصد أنه يعني تروا أنتم جزء من فك عناء هذا يعني معاناة المرضى، فالله يجزاكم بكل خير. سوف دائما يعني مهما بعدت المسافات بيننا ومهما يعني انشغلنا عن بعض، لكنه انتم الشيء اللي دائما يبحث على يعني يبعث بنفسي الفرح والسرور. ذكرت لكم انه الانسان بامكانه يصير تاجر ويشتري ارض ويبيعها، بامكانه يصير يكسب اموال، لكن ثقوا انه ما تملكونه من سعاده وما يعطيكم هذا العمل الذي تقدمونه للمرضى من سعادة ورضا في النفس، وبإذن الله أجر من الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله يعني توفيقا لكم في حياتكم وإن شاء الله في صحتكم وصحة أولادكم. هذه المشاعر العظيمة لا يملكها أبو مليون ولا اللي قاعد يضرب بالأسهم ولا هذيك أرقام. أنا أعجبني واحد قال لي فيه ناس أثرياء كثير لكن الأغنياء قليلين، فاستغربت، أنا حسب أنه الثري هو الغني، يعني مجرد هو انتقل من مرحلة لمرحلة، قال لا، الثري هو شخص يبحث عن المال، مضبوط؟ ويموت وهو يبحث عن المال، ودائما يبحث عن أرقام، لكن الغني هو ذلك الشخص اللي بإمكانه يكون فقير جدا، لكنه غني جوا نفسه، غني بما يقدمه، غني بما يشعر به. أنا أعتقد أنه اللي أمامي الآن بما أشوفه من أعمال تقدمونها أنتم أغنياء، وبإذن الله هذه الأعمال يعني تبعث فيكم إن شاء الله التوفيق والبركة والسعادة. ما أحب أطيل عليكم، لكن هذه والله كلمات من القلب، أتمنى إن شاء الله أنها تصل إلى قلوبكم، وأتمنى أنه يعني المشاعر اللي دائما شعرتها معكم من خلال العمل معكم أنها تستمر بإذن الله خلال يومين القادمات، لعلنا يعني حنا وياكم نستكشف المستقبل بإذن الله وش هنقدم. لا نستغني عن أفكاركم من ناحية أنه الخدمات اللي تقدم على مستوى المريض أو على مستوى الخدمة أو على مستوى العيادات التي تقدم في المناطق. يعني أكون معكم صريح، شعرت بالفخر والاعتزاز بهذا التكريم. أنا بالنسبة لي هذا التكريم هو أعظم تكريم لأنه يمثل شيء غالي عندي، تبقى المراكز وتبقى التجربة العظيمة سوف أرويها لأولادي وأولاد أولادي، وسوف أفتخر بكم في كل مكان، لأنه بإمكانك تبني مباني وبإمكانك تسوي 60 و70 دور، لكن النجاح الحقيقي هو الأشخاص، وأنا أعتقد أنه بوجود هالأشخاص الطيبين أمثالكم نستطيع أن نحقق الشيء الكثير. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يجازيكم خير الجزاء، سواء في على مستوى صحتكم، بركة أعماركم، أولادكم، أسركم، لهذا العمل اللي تقدمونه.
واتمنى سبحانه وتعالى ان يعني كما ذكر اخي عبد العزيز لا تنسونا من الدعاء، وان شاء الله يعني لعلي بنوايانا انه كل مريض ينخدم من هذه المراكز هو اجر لنا جميعا باذن الله. اشكر الاخوات اللي تعنن معنا السفر، انا عارف انه السفر الوقت هذا يمكن شوي صعب، لكن حضوركم علينا غالي وعزيز، واشكركم جزيل الشكر، وان شاء الله سبحانه وتعالى يوفقكم في 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 حياتكم ومسيرتكم ان شاء الله. ما عندي شيء اقوله، لكن هذا هو مجرد هي مشاعر، واتمنى من الله عليه القدير ان يكون قد يعني نقلتها لكم، لانه فعلا انتم عزيزين على قلبي، وهذا المشروع بالذات عزيز على قلبي لانه اشوف فيه خدمه للمرضى. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا على خير وبركه، وان شاء الله لن ننقطع، لانه انا العلاقه اللي بينكم ليست علاقه عمل، هي علاقه اخوه، لانه انا امون على كل واحد منكم. انا مثل ما قال عبد العزيز انا عندي بيوت في المناطق، انا عندي اخوان، ونفس الشيء عشمي انه ابغاهم يعرفون ان عندهم اخ اسمه فهد العريفي، حتى لو ما هو بهالموقع هو في موقع اخر يخدمكم ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.